بجمعني، أخرج برايا، أبص عليا، أستغربني، ما يعجبنيش حالي، بالألم أضربني، تنزل دموعي على خدي، توجعني. النهاردة الحكاية في حكاية كل ناجح بتتكلم عن وضع بنت. تعالوا نحكي معاكم ونعرف إيه أصل البداية. البنت ممكن تقول إن هي خرجت جامعة، كلية تجارة خارجية، شعبات محاسبة. البنت عرفت تحدد هي عاوزة إيه، حالها زي حال كتير من الطبقة المتوسطة اللي عايشة في بلدنا، كل اللي معاها شوية فلوس صغيرة. القصة بدأت لما خلصت آخر مادة في الامتحان وحطت القلم على البنج بتاع السكشن. ما كانش عندها مشكلة إنها تشتغل عند بياع لبن، وما فيش قضية إنها ممكن تشتغل عند في ورشة، بس البنت تعبت من مرحلة اللف والدوران، رجليها تعبت والصحة تعبت، بس هي كانت محتاجة لكيان. الكيان ده تبقى هي عارفة تفتح إمتى وتقفل إمتى. بس إيه المشروع؟ قالت لك خلاص أنا هعمل مشروع أكل. بتعرفي تطبخي؟ قالت لك لا، ده أنا هفاجئك، أنا ما بعرفش أمسك سكينة أصلا. البنت دي قعدت تنزل وسط البلد كل يوم حد ما لقت سمسار. السمسار ده جاب لها فاترينة صغيرة فيها العدة اللي هي هتشتغل بيها، فاترينة بتلاجة بأنابيب بالمقاصيص. طب ممكن أشتغل؟ يلا جاهد، ممكن أعمل سندوتشات جبنة، ممكن أعمل سندوتشات كبدة. وهنا أصبح في صراع قوي جدا جدا جدا. الحصول على شهادة جامعية كبيرة قد كده، وفي الآخر بتنزل تلبس مريلة وبنطلون جينز وقميص كاروهات من وكالة البلح وشبشب عشان خاطر تقف وسط قهوة بلدي في وسط شباب ورجالة، وبتتحسر ساعتها على سنين التعليم اللي راحت هدر. المهم إن البنت وقفت، المهم إن البنت حاولت. في الآخر ربنا بعت لها حبة ناس من المجتمع المصري الأصيل اللي بيشجع وبيقول لك برافو شابو على ان انت قدرتي تحلي معادلة صعبة جدا، انك تقفي وتثبتي ذاتك وتثبتي وجودك بشهادة تخرجك كلية التجارة الخارجية، وفي نفس الوقت قادرة انك تبيعي السندوتش بشرف. فالبنت فكرت وقالت بما اني قدرت اغذي البطون، طب ما انا قادرة اغذي كمان العقول والقلوب، انا هروح كورسز علشان أبقى إعلامية. خدت كورسات في الإعداد والتقديم. ارسم حلمك وصدقه وعيش الواقع اللي انت فيه على قد إمكانياتك المتاحة، تقدر تعمل أي حاجة في الدنيا، هتلاقي ربك واقف جنبك ويبعت لك ناس تحبك. عايزين تعرفوا مين صاحبة القصة؟ أنا دهب غريب، قدرت النهاردة أكون مذيعة من استوديو. اتفرج.